مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعينا. هذه راسين كاريه على اف ام حتى للخمسة معاكم. دونك في موعد ديل سينسو بي بطبيعة الحال، سينسو يحكم اذا كان في الكهرباء ولا اذا كان تخدموا ولا كيف الدار، ولا اذا كان قاعدين تحضروا لل تنقولوا كش كيما عبستار كلكم تحضروا للعشاء تاع الليله. على خاطر هوني عبستار يلا بدا حيولي خوري كان تاعنا عبستار امامو. مسيكم بالخير. اي صحيح عشاء طاب حاضر طاب فيت عليه وجيت معنا خاطر باعتبار نخدم اليوم فيت على العشاء فيت عليه ونطلع بوز. لا 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 حاضر حاضر بعد طبعا قولوا لنا شنو ان شاء الله. يلا عبستار اللي تلقاوها في الموعد اليومي مع الميشن كبر لذين دونك من السبعة للثمانية على راديو معنا على الليزون نتاع الراديو وبعد على ديجيتال وعلى ديجيتال كذلك باش نجم نشوفوا ضيوفنا كل يوم ضيف كل يوم ضيف كبر لذين هكا كبر لذين لان احنا شقوا فترنا مع بعضنا مع ضيفنا ان شاء الله وتحكي مع ايناس معنا زميلتنا ايناس دونك وديكوفري هالموعد هذايا مع عبستار ديما تسمعوا يا فهم. دونك خليكم معانا، المواعيد مهمة في الشبكة نتاعنا كالعادة. يلا رقم اثنين يرجع لنا ولد الدار سامي سنوسي. مرحبا بيك. عيشك وبيك وبيك أكثر، سافي توجور بليزير. عيشك ولد الدار. مرحبا بيك سامي. عيشك وبيك أكثر. باهي، دونك ترجع لنا في ولد الدار. عجبتك الحكاية كيما برشا يرجعونا في استوديو من المستمعين الأوفياء. يلا رقم ثلاثة ناس بن مالك. مرحبا ناس كل، مرحبا السادة المستمعات والسادة المستمعين. سيدات المستمعات هما سادة، السادة المستمعين هما سادة، فهمتني. أنا جست نقول وانت ولكم سديد النظر. ليا سديد النظر أنا سي سامي. باش نسأل سؤال، ينجم الحلم يولي حقيقة؟ وي دونك أنا هذا مبدئ في الدنيا. أنا عندي حلم وأنه المواطنين التوانسة الكل متساويين في الحقوق والواجبات. سادة وسيدات. أي هذه لغة السيدات في اللغة العربية والسادة السادة الرجال. لا كي تبدأ الزوز اللغة العربية تعطي، كي يبدأ امرأة وراجل يبدأش يبدأش 10 نساء وراجل تولي تذكر هذا يبقى عندك اللغة العربية. لا كما تقول السيدة والسادة. لا كي تقول واحدة بركة حتى واحدة السيدة والسادة. لا تقول السادة مثلا يعني في كونفرنس، يعني في كونفرنس حاضرين 50 امرأة وليت صغير عمره 5 سنين باش تقول السادة. صحيح. لا 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 السيدة والسيد. لا اذا تعمل لا يجوز الجمع في هذا. يا ريت هذاك ايش قلت لك انا. تنجم في انتن تولي انتم كي تتوجه لهم تقول انتم مادام فيهم غشير صغير. اما اذا مش تتوجه لهم بالسلام يلزمك تخصهم السيدات وحدهم. كي يبدا غشير صغير تقول السيد والسيدات. وكي ما تخصش معناتها الكل يلزم تخص اللغه العربيه يلزم. باليش بهذا التخصيص لازم. هذاك ايش قلت لك؟ اما وليت هذاك ايش قلت لك؟ ايش قلت لك؟ السيدات التعنيف هذيك حاجه اخرى. انا قلت لك مرحبا بالسيدات المستمعات والساده المستمعين. انا ما نحبش ناخذ برشا وقت يا اخي. انا تحلينا في العريض. لا مثال تقول الساده المستمعات والمستمعين مثالش حاجه لغويه باهيه. اي باهيه. يلا رقم اربعه غازي عايدي. الحمد لله السيد غازي عايدي خرجنا من المطب هذا اللي حلنا فيه. يا ربي نحمدك ونشكرك. لا محاله، هو باهي من الاول كي تبدا هكايا خاطر بعد نعرف شو باش يصير. معنا باهي فرشنا اي نصبر بشتو من الاول والحمد لله. باهي النقاش ديما دارة صحية. دارة صحية. تحية للسادة والسيدات اللي يسمعوا فينا الكل. يلا هذه ايناس اول مواعيدها في انفو ترافيك. شمس نتاع العشية غاسين كاغي مع سامي بن نور على اي اف ام احلى غدير. 3:22 دقيقة يلا نبداو الاسئلة نتاعنا. ولد في 19 جانفي 1942 في باب منارة بالعاصمة وتوفي الاحد 30 جويليا 2017. ممثل تونسي توفي بعد صراع مع المرض. سليم محفوظ. وي هو سليم محفوظ. كان اضطر خلال السنوات الأخيرة للابتعاد على الشاشة، يعتبر من المؤسسين في الحقل المسرحي، ساهم في بعض أكثر من مؤسسة مسرحية في تونس، قام بعديد الأدوار المهمة والناجحة في المسلسلات الرمضانية منذ أول مسلسل أنجته التلفزة التونسية
رجوع نهائي لمحمد همامي مرورا بمسلسلات كيما الايام كيف الريح، المتحدي، الخطاب على الباب، عشقة وحكايات، جارية حمودة، وصولا الى شوف لي حل، دور الحوسي في شوف لي حل، فضلا على مسيرته المسرحية الطويلة اللي انطلقت منذ بداية الستينات في رصيده عديد الاعمال التلفزيونية والسينمائية، عديد المشاركات في افلام الامير لمحمد الزران مثلا، وكذلك الافلام الاجنبية فوانيس لروف كوكا وغيره من ال فما فيلم تونسي اخر شارك فيه نتفكر اسمه الكاس المخرج دمر على نتاع الكوره، هو على حكايه نتاع الكوره برانسي نتاع الكوره نتاع ديربي كلوب سبيرانس وهو يحب سبيرانس سوبورتور نتاع وخسر ذلك مع ما نسيت ذلك مع محمد سياري وخسر سبيرانس حاسيلو وهو عمل دور فكاهي برشا معناته وكل ترجي متعصب فهمتي وديما يرفض بالمريول حلو برشا والمسرح خاطر سليم خدم برشا الحلاج ضربني وبكى وغيره من المسرحيات في اخر هو كان في دال بابنارة حومته معنا كما ديما في بابنارة ماريشال زادة خدم في لا ماريشال لا خدم في القلاع المنبر القلاع المنبر ثلاثية القلاع المنبر مثلا يظهر لي من اخر المسرحيات اللي خدم فيهم معاريب ريم الزريبي ريم الزريبي مونة نردين عزيزة بولابيار وكل يظهر لي اخر ظلموني حبايبي يظهر لي اخر خدم في اما لا اخر ادواره الكبيرة معناها انه شارك مع خطر دجا وقتها كان ثبتني ربي وقتها بدا يمرض لكن مع ذلك ما انقطعش تعرف كنت راه ديما تقريبا ديما يبدا قاعد في نهج المر في معناه في باب نارة غديكا انت عرفت شكون خاطر ولد باب نارة اي خاطر هذاك اللي لا وتاريخ الوفاة تاريخ الوفاة خاطر صحابنا ولده وكل فالاخر وقت معناه يبدا قاعد فما قهوة غديكا يبدا قاعد البرة منها هو ديما البرة ويبدا يفاد لقوا كنت عدى يقول لي اسمع اقول لك مش نحضروا حاجة راه عندي فكرة الفلانية نخدم مش نخدمها يتبلو قاعدة تتبلورك الفكرة ديك بشوية بشوية هو عارف روحه اللي معناه اما بالحق كان اللي ميلا في معناه حبد متعلق بالحياة صفة غريبة معناه بالحق وي من الناس المؤسسين للدراما التونسية والكوميديا زي كوميدي بطريقة خاصة معناه كوميدي بطريقة خاصة وي قداش يتكلف استنساخ الحيوانات حسب رايكم تعرفوا انه استنساخ البشر بعد التجربة متاع دولي معناه تشيف انه بيان سور انه لا اخلاقي انك تنجم انت تستنسخ بشر من ولو انه علميا هو حاجة ريفوليسيونير استنساخ الحيوانات عنده تكاليف حسب رايكم شركة في تكساس هي الشركة الامريكية الاولى والوحيدة اللي تقدم الاستنساخ التجاري للكلاب والقطط معناه هو عندك يبدا اي فلا يظل يبدا عندي قطوس مزابية ما يفقدوش بالكل نقعد نجدد فيه معناه كل مره نجدد 100000 دولار 100000 دولار للشنو للكلب بين عندي ثلاثه حيوانات كي تمشي لهم كي تمشي لهم يقول لك اسوام خويا اي اسوام الكلب نوع والقطوس نوع وهكا الكلب قداش قداش تستنسخ كلب انت عارف لا ما عندكش كلب لا لا وحتى كان كان عندي كلب انا تربى معايا صغير بلاك جابوه لي صغير بكل في صندوق نتاع سكر معناها تلمون صغير لدرجه انه نهار واحد من بنات خالتي داخله ضربته بكودو بي قالت لي لم الجوي نتاعك تحسبه جوي قعد معنا 17 سنه بارك الله عاش معنا 17 سنه قداش تستنسخ كلب كان بلاك تصرف عليه قداش نصرف عليه بون دون لي ريغل دو لا 20 مليون مثلا تصرف عليه 20 مليون 20 مليون ممكن ما اكثر نمشيو بالعمله الامريكيه دونك 20000 دولار الكلب زي يقول لي اكثر اكيد اكثر لا اكيد اكثر خاطر الحدود معناها اكثريه الاوروبيان ولا الغرب ياسر يحبوا سورتو الكلاب اما الكلوناج ديجا هو العمليه ديجا سوفيستيكي سوفيستيكي دونك لابوراتوار باش تخلص الجميع الكل لازم تدز بها يعني فهمت يعني يقولوا 150000 200000 دولار معناها ما بين 150 200000 دولار ان توكا الاسوام تاعهم الكلب 50000 دولار القطوسه 30000 دولار والحصان 85000 دولار مش لازم تستنسخ الحصان خاطر بلا يدخل فلوس يجيب فلوس يوم السؤال كان يعملوا للانسان طبعا غير اخلاقي قداش تكلف اغلى سي سور مي بون هي العمليه التقنيه معناها تقنيه لا تكنيك لا
لا تكنيك موجود كلامين من الكوار. انت بينك وبين روحك سي سامي معناتها تستنسخ مني تحب وانت ما ديما تقول لنا معناتها الحل من نجم يولي حقيقه شد بالي هذيك هو تعجبني كل يوم نبدا ناكل في البريكه ونسمع فيها تعجبني معناتها تراون وفما سامي بالنور اخر معاك عادي اذا كان باش نستنسخ ونستسخوك انت لا زوز انا نسيت برشا عليك تصلح زوز انا نسيت برشا عليك ليه حال شخصيه ليه انس هنا وانس كيما نقولوا يكون في برنامج اخر بزيد الصور دي بزيد دي والله تربيني انا لسه ما قلت لهم ليه انا مع سامي ما نسيبوش ان توكا الاستنساخ التقنيات موجوده دونك هي يتم حقن نواه الخليه ذيك من الحيوان فعندها فوق ال 20 سنه راي تطورت برشا راي توا دولي 95 دولي اي دونك من الحيوان اللي ترغب في الاستنساخ نتاعو في بويضه تمت ازاله مادتها الوراثيه ثم يتم حث البويضه ذيك على النمو في اللابوراتوار باش تصبح جنين وبعد ذلك يتم زرع الجنين في الام الرحم الام البديله باش تولد الكلبه ذيك ولا القطوسه قطوس بمواصفات اللي انا ميكا نصرف عليها عندي فلوس ميكا وحبي الميكا نصرف عليها اي بيشك اللي تحب حد وقت اللي يربي حاجه وتربي عليها الكبده تولي بمهمه وتولي تولي عندها قيمه ما تفقدهاش اي باقي اي باقي هو السؤال اسكو لي فاكولتي معناها مونتال تو سا باش يكونوا هما بيدهم هذا هو السؤال أي. أبري لا كانك مهبط أباري جديد ريت مثلا عندك التليفونك هذا البرو 13 كاس بلوس اكسترا اللي ب 7000 دولار هذا كانك شريت واحد جديد عند التليفون هذا فيه لي زابليكاسيون الكل وكانك شريت واحد جديد فيرج ما فيه حد شيء عندي واحد اخر تليفون ما تعرفوش برو اكس 13 14 اكسترا يمكن تخزين الماده الوراثيه للحيوان اللي ترغب في استنساخه في اجل غير مسمى قبل حدوث الاستنساخ عن طريق الاحتفاظ في درجات طبعا تقنيا هذايا في درجات منخفضه برشا باش انك تحافظ عليها دونك الحيوان الاليف المستنسخ هو ببساطه توأم جيني متطابق يفصل ما بيناتهم سنوات وعقود ربما قرون اذا كانت طريقه الحفظ صحيحه نجم يقعد دي سنتين داني دونك قدر التقرير الصادر على جامعه كولومبيا في نيويورك سنه 2018 انه متوسط معدل النجاح هو 20% كهو هذا يعني انه بحاجه العديد من الامهات البديلات من اجل محاولات اكثر حتى تشد الحكايه معناها مش من اول ام بديله سواء قطوس ولا كلب ولا غيره تنجم تنجح الحكايه لازمك تعودها تحط 50000 دولار بعد تقول لك ما نشحتش العمليه وعلاش حط فيها 50000 دولار ثيرابي باش لا باش تعدي الدينيه اسكو ايش فيه خير من اللي تحطهم فيه لا ال 50000 دولار انك انت باش تاخذ قطوس حاضر وما يهمكش بالتجارب ولا التجربه ب 50000 دولار ما عنديش انا التفصيل هذا يقولوا لك احنا اللي عملنا اللي علينا والباقي على ربنا شوفوا سيرفيس بريفونت بعد يلا في التعليق لل في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر برشا ناس سمباتيك بالتعليق بتاعهم يقول لك ده احنا بنتخانق على ملاليم بعد ما يسمعوا اجور النجوم في الدراما الرمضانيه في المسلسلات المصريه حسب رايكم شكون اعلى الاجور في المسلسلات وقديش قيمه هالعقود محمد رمضان هو الاولى محمد رمضان هو في رقم واحد ولكنه مش وحده مع حد اخر السنة مع احمد السقا في الاختيار ثلاثة قديش الكاشي 20 مليون جنيه ما نعرفهمش اصلا 20 مليون جنيه قديش بالدولار 20 مليون جنيه اضرب اقصى 2 مليون دو دولار 40 مليون جنيه لا اقل لا اكثر لا اقل من 2 مليون دو دولار لا اكثر خاطر الان مليون تقريبا 18 ب 18 20 الف اي غلخوه اي ما لا 1 مليون واحد برك 2 مليون لا 2 مليون وليو 40 مليون جنيه اي هو قال لك 40 مليون هذاك قلت 20 مليون لا قلت 2 مليون دولار قداش قال ابري 1 مليون دولار سي 20 مليون دو ليف 20 اي 40 مليون جنيه جنيه حك جنيه مش حك ينطح ينطح جنيه ينطح يحك في تونس الحكايه 2 مليون دولار 2 مليون دولار دونك محمد رمضان واحمد السقا امير كرارة في العائدون اللي هو كان عمل الاختيار زيادة الاول مليون و800 الف احمد عز مليون دولار كريم عبد العزيز مليون دولار اكثرهم الرجال مليون دولار 10 مليون جنيه الرجال هما الاولانيه هي نيلي كريم في مسلسل متميز اسمه فاتن امل حربي بمليون و400 الف تعرف شكون كتبوا ابراهيم عيسى العظيم ابراهيم عيسى طبعا يسرى باحلام سعيده قداش تتكع الباك جراوند الكبير بتاعها مليون و100 الف
الهام شاهين بطلوع الروح 900 ألف دولار. مربي عايشة قديه؟ لا ما عنديش، عندي كان خب نعرف عايشة. وبعد أحمد لا عايشة اسمع البيغس على الأخر تتون بون وتبارك الله عليها ومشرفتنا وحضور وجمال وثقافة وأداء تحية لها. وي وي ونعطيها بوسة كبيرة. وي أحمد مكي الكبير قوي الجزء السادس ب 950 ألف دولار. مسكين هذا تحسوا مسكين عرفت. التعليقات بتاع المصريين يعني حاجة سامباتيك على الاخر. قالوا نحن بنقطع بعض على ملاليم يعني شو تعرفوا على ذو الصور بيقولوا احنا. هو شكون اللي خلى هذوكم يخلصوا الخلاص هذاك؟ هما قال لي قطعوا بعضهم على ملاليم. هو هي السوق، هي السوق الكبيره. هي السوق شكون فيها؟ ما دونك السوق الكبيره نتاع الاندستري اللي عمرها اكثر من 100 سنه عندهم فلوس المارشي نتاعهم. سيت غراند غراند بلاتفورم مليون احنا هذوما اللي بيجي نتاع مسلسلاتنا طبعا. لا اقل اكثر اقل 2 مليون دولار 6 مليارات فلوس أقل. مسلسلات في تونس تتكلف ما بين زوز و 3 مليار دويت معناها باش تعمل حاجه ولا اربعه كي باش تعمل حاجه هكا كبيره شويه ثقافه هكا ولا احنا واحنا صغار كنا قبل احنا نمشيو للسينما معناها صغار كنا نمشيو برسا للسينما من بعد تودانكو ما عاد فما شيء. كي مشيت لمصر انا في 2000 نلقى السينما في مصر 30 قاعة صال دو سينما بحذا بعضها اللي احنا هنايا كنا نمشيو لصالة واحدة وبالسيف نبداو يعني اللي صار. كنت شافه في اوروبا كان موجود 20 سنة تالي في القاهرة لو كومبلكس نتاع لي سال دو سينما موجودين. سامي تحب في الاخر انت ما تمشيش في صالة مليانة ب 100 دولار تدخل الفيلم بعد منتصف الليل وانت راكب نعرفها معناها لي سال دو سينما على كل لون. وحاجة اخرى سامي عندهم في مصر عادة وهي افلام العيد. افلام العيد وانه الافلام الكبار يخرج كلهم العيد والعيد بارامو المسار كل يمشي للسينما معليت احنا نمشيو. ما انا نمشي لدار خالتي ودار عمتي ودار هما نهار العيد وثاني عيد العيد العشيه هما هما يمشيو للسينما افلام العيد ديما تلقى هذمك الافلام كوميديه يمكن خاطر يعطيو مهبه ولا حاجه وعندهم فلوس كوميديه ولكن هالسوق الكبيره بيان سور اللي هي كما قلت عمرها اكثر من 100 سنه اليوم والدراما المصريه اللي تقدم عشرات المسلسلات كل ده. يلا نمشي تحية لصديقتنا مستمعة أنيسة سلامي اللي في القاهرة تحية ليها وقالت لنا ما نقولوش جنيه حك جنيه قلها للي بعث له قل احنا نعرف لا كتبت كومنتير يعني. تحية أنيسة قلنا اكتب لنا قلنا اسكو طيب تونسي ولا مصري معناها في شق الفتر نعرف انه برشا عادي تكفيش شق الفتر على شو اسمه هما كيما الجو ذاك تسمع فينا كان حاجه كتبنا يعني كيما جي في مصر قبل ما ياكلوا العشاء ما نقط البسيسه نتاع فاكل الرايب اللي ابي اسمه يعني ذاك نسيته هنا ايران ولا حاجه كي نسيت اسمه. يلا نمشيوا للاسئله السريعه اي ما نحبش انس برك يجاوب لانه جاتني ملاحظات المستمعين قال شنو هو برك يجاوب اسمع كان نشوف البارح نسمع فيكم وانا نجاوب فك الاسئله السريعه تحيه وغزمو مانيش معاك اسمع ولدي البارح معايا في الكهرباء يسمع فيكم انتوما قعدتوا ياسر باش قلتوا كوكب الزهره وهو من الضربه الاولى قال لي بابا كوكب برافو الزهره علي. برافو علي اوتوكا تحيه لهيثم اللي قال لي اسكو كان انس يجاوب خلي حتى كي يعرف الاجابه خلي يعطي فرصه للي معاه بون هاني قلت انا وبلغت يا هيثم معلومات ومعلومات وما لقينا لهمش حل لقينا لهمش حل. شنو اللغه اللي يحكيوا بها في اثيوبيا؟ اللغه الاثيوبيه؟ لا عندك فكره بتبيعها هي وين يمكن غلط الامهريه اني صحيح هو اسالني قال انا ما كنتش جمله انت ماخذ سؤالات من الدار وكل شيء لا والله دوما جاوني تو ما شو سخان من تو اي سادة المستمعين عمركم شي عرفتوا اللغة متاع اثيوبيا شنو هي؟ لا سألناه احنا راه لا لا ما سألناه انا ما نعرفوش هوني سألنا دونز ان كونتكست مرة الأمهرية نتذكرها انا هي المدينة اللي موجود فيها الكوليزي سامي روما قداش فما من والجنب فما كوليزي اخر اللي هو يشبه برشا كوليزي واحد اي ما يشبه اسم معلم ولذا وحيد ما تنجمش تقول بنتاغون بنتاغون واحد فما اشكال بنتاغون اخرى ولكن المعمار عندهم اسامي اخرى اي تاريخ المعمار خاطر وقتها الجم فما شو اسمه لا شو اسمه صبراطه فيها كل بنايه لمده زاد لمده الوغ في ليبيا فما ثلاثه ولا اربعه لو ميو كونسيرفي في ليبيا راه آه. لو ميو كونسيرفي باكسيلونس
في ليبيا. وليزي لوكاليزي لوكاليزيوم سي هوار دورا ام مونيمون كيما تقول مثلا مسرح الحبيب بورقيبه نتاع باريس ولا جوستما ولا جوستما او قصر الجم قصر الجم هذيك اللي هو مسرح معناها قداش من سنتيمتر في الكيلومتر الواحد؟ 10 عملية حسابية صغيرة 10 مليون لا 100,000 شنو تتسمى حرب 67 اللي صارت ما بين العراق ومصر وسوريا واسرائيل والاردن؟ حرب النكسة. لا ما يقليش جاوب حرب النكسة تمام اي انا قاعد مش تقول لا ما حبيت خاطر ظاهرة معروف شكون العربية اللي كانت ملكة جمال الكون 71؟ راجلها مغني مرت ولي توفيق هي لبنانيه انا عندي الاسم من الاول راه جورجينا رزق جورجينا رزق تو احنا نعرفوه وننساو اسمه مش قادر انت اصغر منا هذول ما تنساش انا خلاتها معايا جورجينا عام 71 وقتها بين كل اللي مشيو للبحر انا نعرفها ودخلت لدارهم ها القوه وين والله نسيت اسمها جورجينا دارها في بيروت اي مرت وليد توفيق مرته فنان حلو برشا وليد ويحب التوانسه برشا وخوش اسمه توفيق زي. الحفلة الوحيدة اللي في كارتاج الناس عطات الدم باش تدخل كارتاج 86 على خاطر هو مو 87 وصارت فيها حاجات أخرى غريبة وعجيبة يلا شنو هو الشكل الهندسي اللي أضلاعه متساوية وزواياه الأربعة قائمة؟ المربع. شنو اسم آخر الاسم الآخر لجامع السلطان أحمد في اسطنبول؟ كمالون جا استوديونا الجامع الأزرق هو من أهم وأشهر الجوامع في العالم يسميوه أزرق على خاطر تو سامبلومون لحيوط الدخلانيين والقبة مزينين بالأزرق شنو يتسمى اللي أقسم بالكذب في الشهادة سمحني شنو يتسمى الذي أقسم بالكذب في الشهادة نعرف اللي هو الحنث لا ليه حنثاء انه ما ما ما, ما ابرش بالقسم نتاعو مش اللي قسم بالكذب حنث معناها قال باش نعمل وما عملش حلف وحنث يعني حلف بما وما عملش حلف والقاعدة الدينية انه يصوم 3 ايام فوالا ليه هو ليه القاعدة الدينية انه يطعم 3 مساكين ان لم يجد او ان لم يجد إذا كان متيسر يطعم قبل ولا إن لم يجد ما عندوش فلوس وقتها يصيم 3 أيام أما الإطعام سابق هذا اللي قاعدة في بالي حاجة بيه وتكلم سؤال من الأسئلة سؤال اللي عديت بكونكو غي ثلاثة أشخاص كي تبدأ عندك كي تبدأ قسم معناها ما بريتوش يا تطعم 3 من الناس أون بومي ليو إذا كان ما عندكش فلوس تولي تصيم 3 أيام قداش باش من مسكين باش تطعم يا أنس كذبت عليك بالعكس انا مشكلتي معاك اللي صريح معاك ومانيش نافق فيك اكثر من اللازم اي باش ما نسيمش هذا الكل ما نسيمش وما نطعمش المساكين لا اطعم المساكين عجب يما ما نكذبش عجب شكون الشاعر التونسي المعروف بلقب شاهد زور شاهد زور شاهد زور احنا كنا باش نقولوا لك قلت لك سهله برشا ما تسالوش حاجته بها والله المربع سهل شكون الشاعر التونسي اللي معروف بلقب شاعر العاميه شاعر العامية كاراباكا جاوبتك صديقتنا من مصر مش كاراباكا هاو انديس ميكرو لحظة خلينا نشوف بايرم محمود بايرم التونس مشهور بشاعر العامية هذيك الكملت سؤال شاعر العامية في مصر قالت لك في رمضان لازم المشروب اليومي المصري الكركدي وفهم واحد اسمه قمر الدين قمر الدين قمر الدين اي مش ماشي والكركدي هو ما عندناش نبتة نبتة حمراء هكا البيساب بنينة ياسر البيساب ما عرفش عليه ما عندناش في خاطر تجينا من افريقيا موجودة ما تجينا من افريقيا بتسوق البلاطة تلقاها كل اوتيل تدخل باش تسكن في الاوتيل اول حاجه يعطيوا لك الكركدي كانوا سوق البلاط موجوده مشروب محلي معنا محطوط على كريمه كتب لي ام كلثوم برشا غنيات كيما انا في انتظارك الاولى في الغرام القلب يعشق كل جميل كان معروف بالشغب بتاعه ونقد للسلطه شغل الملك فؤاد ينفيه سنة 1920 انفيه في تونس في تونس ما 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 ما, 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 ما ترباش طردوه كيف كيف مشى لفرنسا وفي الاخر رجع وتعرف اللي عندوش جنسية حتى اللي نجا جمال عبد الناصر مش اعطاه باسبورت مصري ما كانش عنده جنسية اصلا والجنسية التونسية لا توانسة ما عطاو جنسية لان ما حبوش يعطيو جنسية هو مصري والمسار ولا والمسار ما عطاو جنسية حتى هو تونسي
أصوله تونسية وهو ما حبش ياخذ جنسية تونسية لأن وقتها تونس تحت الحماية الفرنساوية حسيب شكشوكة قعدت كيكة حتى لين جاء عبد الناصر مش عطاها الباسبورت ما عادش عطا جنسية أصلا ولا ما عطاها باسبورت مش نجم يمشي أي ما نجم ياخذ باسبورت إلا عنده نسلية لا با فورسيمون مثلا كيبدا الملوك يحكموا شو اسمه منير مراد منير مراد ما كانش عنده جنسية جلالة الحسن الثاني عطاه باسبورت ديبلوماتيك مغربي بكاها ديبلوماتيك هو من بور لو كون دو ليتا هو عطاه جمال عبد الناصر عطاه الباسبورت مش نجم يمشي العمل العمران تاعو ويتنقل اكتب انا في انتظارك لولا في الغرام القلب يعشق كل جميل لام كلثوم فما اغنيه اخرى ما خطرتش على بالك يوم لا تسأل لا عني خاطر يكتب بالعامي هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش ما عرفش انا شنو تتسمى وقت غازي غنينا شويه بعد هو صحيح شوي شنو تتسمى وقت الممثل يحكي قدام الجمهور كلام ما كتبوش الكاتب ارتجال الارتجال شنو وسيلة القرابة ما بين شيريهان وعمر خرشي أخوة غير أشقاء شنو هو اللون المحايد ما بين الأصفر والرمادي والأزرق الرمادي ألوان المحايدة هي غير أصلي رمادي أبيض وكحل ما فيش أول... حاجة اسمها رمادي يا بيض يا سود في فورما ناس اليوم ما قلت لك الكلمة الأول تريف هذيك ليفان تبارك الله ورا بعضهم لا مش فان لقتها من المسرحية الشهيرة اللي فيها تو تشوف تدخل تتفرج فيها تو تلقى المشهد الأول وبعد شاهد ما شافش حاجة وبعد تلقى المنظر الأول على خاطر انا وقتها مشينا لاحد القنوات الخاصه عملنا برنامج قلت صورنا مناظر معناتها فما شكون ما عجبوش معناتها المنظر الاول سي لا بروميير سيكونس صحيت هي صحيح صحيح شكون اول دوله عربيه استخدمت الانترنت 1991 تونس هي تونس شكون كان رئيس المجلس القومي هشام نجاتي عمل الغنايه وقتها اسمها الانترنت في تونس الانترنت ولا بالحق وقت عام 91 سباق عصر شنو درة؟ درة غنيت معاه في الغناية هذي بالله الانترنت معروف أنا وقت هذا وقتها كنت معناتها إنجاز وقتها كنت تعاود توا حاجة مهزة أنا نقول سي هشام يسمعنا ونعرفه الغناية هذيك جبدها من الجر وعنده يعمل تيك توك برشا هو بارع في التيك توك ما ننصحكش هشام خليك غادي ويغني الانترنت في التيك توك وكيكا تعمل فايدة أنت قلت هشام راهو تحفون برشا من أحسن ما تعرف قديش طيب وقريب على الأخر على الاخر اللي تخي سامباتيك في لي فيديو هذوكم بريمون يعني هو راهو هذيك طبيعه هشام راهو هذيك طبيعته ما يستعملش فيه استعمال راهو ناس مليح برشا هشام تحيه ليه شكون كان رئيس المجلس القومي التاسيسي 56 جلولي فارس جلول فارس شنو جلولي 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 فارس اللي هو حامي جلولي فارس سي جلولي فارس كان هو كان يكون مع سورفيون جينيرال تاع المدرسه الصدقيه وكان في نفس الوقت استاذ في المدرسه الصدقيه وشخصية عظيمة جلولي فارس شخصية عظيمة أقل ما يتقال في دير سي جلولي كيقر مشي يرجع للحامة ويستقر غاديكا دارو اللي كان في مونفلوري في ناجي الساحل اهداها للدولة التونسية مش يعمل قال ما هي فيلا حلوة برشا قال فماش علاش نبيعها رغم اللي كان ممكن يبيعها بسوم خيالي قال نخير نعطيها للدولة التونسية يعملوا فيها مؤسسة وبالفعل خذتها ما جامعة من الجامعات يظل جامعة الزيتون أخذتها تو معنى مش هو أعطاها وقتها جامعة الزيتون ما عادش وجود أما ورجع للحامة قعد غادي عاش بقية حياته رجل عظيم سي جلولي وي شو اسم الكلب اللي ديما يدافع على الجيري وما يخليش توم يوصل له شو اسمه ذاك شو اسمه زعما البولدوغ هذاك عرفته سباركي سبايك 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 هذه العاصمة العربية اللي تسميت أم الشرائع إنيس أم الشرائع هي بيروت أنا هو الطائر اللي من الثدييات ما بين الوزة وحاجة أخرى البطة الطائر من الثدييات ما بين الوزة وحاجة أخرى إيش اسمه شوف سوري وي عرفناه برشا شنو مشهور البحرين بشنو مشهور البحرين الشقيقين على ذكر اسأل السعوديين على قول اسأل السعوديين اللي كل نهار خميس يشقوا في القدرة متاع البحرين ويعديوا الويكاند غادي شنو باش معروفة البحرين أنا جزيرة الحياة بيه يا غادي لا معروفة باللؤلؤ باللؤلؤ اسمها سعيد هاي
هاي بعد نكملوا يلا بعد نكملوا إيناس هذه فترة فيك جانا في راسين كاريتا ومالمقطة 50 دقيقة في تونس. مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا تشوفونا على FM TV تفعلوا معنا على الباج فيسبوك لاباج EFM تأنس يقول لنا وفي غامزور شنو يكتبونا لكومنتير شنو سلام يعني قلت لكم فما أخونا وليد وزوجته بسمة وليد بن عياد اليوم يحتفلوا بعشر سنين عرس نقول لهم كل عام انتم حيين بخير وان شاء الله تعيشوا في سعادة وهناء وجيبوا برشا صغار بون جيبوا في تبات ونبات لناس لناس دو تان هكا يظهر لي اكتب لي هو لناس دو شنو وانا انا وسي سامي بن نور باش يهدي لك غنيت الاربع ونص اللي كنتي وزوجتك ولاولادهم ولاولادهم ما عادش تتكلم باسمي اسبانيا كلمش باسمي اجا فاهم راني جاوبك طول شو سي سيد اما نهديله لا محاله السيد هذا قال لي بربي انت محامي نعرف اما هذا لا يبكيلك يزم تفهم الحكايه والساده المستمعين يفهموا الحكايه قال لي بربي ونحب الغنايه ديديكاس لينا قلت له قال لك سي وليد انت على راسي وعيني ما انا عندي غنايه عندي كذا شهر نحبوا يعديها وما عداليش باش يقول له انا عدي لي لصاحبي ولا عدي لي المصطبع وفي دوك اللي حب حاجه حاضر سي وليد يتصل طول بسامي بنو حاضر حاضر نعدي لك الغنايه نتاع مش مشكل الاربعة الاربعة ونص بالله يا سامي الاربعة ونص عديه له في نهار من النهارات عديه له كل اغنية يتلبها هذيك باش ما يقعدش في قلبه بصراحة حاضر في ليميسيون تاع نهار من نهارات اي قديش لا ما حبيناش نعطيه الديلي ما حبيناش نعطيه الدات خليها مسيبة خليها مسيبة الله اعلم حسب رايكم قديش من اغنيه والبوم تقدموا للمشاركه في اووردز جرامي اووردز 2022 اللي هي تمشي للغنيات قديش من اغنيه قدم من البوم ولا قدم من اغنيه قديش من اغنيه 167 في الجرامي راه قديش من اغنيه اغنيه والبوم للنظر فيها تم تقديم للنظر فيها مش تعرف شو معناها قيمة الجائزة هي احنا في احنا هوني في جوائز صغيرة في مهرجان لغني مثلا يتقدموا 500 يتقدموا انا 500 انا عطاوني 300 باش نسمعهم في نهاري فما تقريب الاف يتقدموا اغنيات او في بلاد احنا اكبرها 22,000 اغنية والبوم يتقدموا للجرامي يعرف الحفل هذا بانه اكبر ليالي للموسيقى نظرا لحجم الحفل والمغنيين الموسيقيين الموجودين الحاضرين الموعد الرسمي لحفل أكاديمية ريكوردينج أكاديمي جراميز في الدورة 64 ل 22 سنة معناها كان المفترض تنظيمه في 31 جانفي ولكن تم تأجيله بسبب المتحورات تاع فيروس كورونا من 4 ل 19 أفريل تم تقديم تقريب الأغاني ذي الكل بما أدى لتوسيع القوائم النهائية للفئات الرئيسية والفئات كبيرة برشا افضل اداء للجذور الامريكيه كما احنا عندنا في مهرجان الموسيقى مثلا هي اما ديما اغنيه شعبيه وغيره ديما يمشي فيها حاجه مهمه برشا لي ميزون دو ديسك الكبار اللي هما كبار برشا ديما تلقى عندهم يد في انهم المطربين نتاعهم تلقاهم هما يكونوا موجودين والجوائز جدي بيان جوائز معناها الله غالب في واحد يبعث احسن اغنيه في العالم صعيب ياسر باش يتعدى وياخذ بها جائزه اي مي بون صعيب مي بون حتى الجونر الاكثريه تجاريه يعني ما يمشيوش اكثر ما يمشيوش يعني روك ولا جاز هوني عندي عديد الجوائز هذه افضل البوم موسيقى جاز مثلا سكاي لاين مثلا وجاك دي جوني وغيرهم وافضل البوم بوب وافضل موسيقى للروك عديد الانماط الموسيقيه دونك جلسات الاستوديو يعني ملاحظات الالبوم هذا مثلا الافضل مقطوعه موسيقيه مثلا يرجعوا لي جائزه خاصه لسنوات القديمه مثلا كما ارمسترونغ وغيره باش يختاروا منهم حاجات كذلك دونك متنوع الجوائز اللي تتعطى وهو من كما تقول انت الاوسكار تاع الموسيقى معنا الاوسكار تاع الموسيقى على ذكر الموسيقى البارح في مدينه الثقافه في الاوبرا الفرقه السيمفونيه للموسيقى التونسيه قدمت الحفل حفل اللي فيه الجينيريك نتاع المسلسلات التونسيه ذول قصير برشا انا شفته في التلفزيون لكن حاجه حلوه برشا حلوه برشا لانها هو الحفل الافتتاح ولذا افتتحوا بالجينيريك معناها هو سيمبوليك فما سيمبوليك زادوا اعتراف بالعمل هذا اللي احنا يقعد في ذهننا لكن
لكن ما غير من غير امباكت على للملحن خاصه. ولكن الامباكت كان ناقص عبد الستار لانه الناس اللي كانت في التلفزيون تشوف في الحفله هذيا ما كانش فما يقول لك مقطوعه موسيقيه هذاك شنو نقول جينيريك مسلسل شكون عملها كان المفروض كان المفروض التقديم تقديم اول حاجه يحطوا في البون يعني. اون بوند و شكون الموزع طاهر الراجيزاني مثلا متغشش برشا وحتى ربيع زموري متغشش على غشش برشا لا نحاوهما يا اخي يا ما فيها تستعمل له وما من غير ما ياخذ حقه والا تنحي جمله ما هو استدعاء هما خلي يشاركوا معاك وفكرته كيف باش توزع شاركوا معاك هما مثلا على ما في بالي في ستار يقول قال لي شاوروني وسمعوا العمل مع الاكزيكوتي وكل شيء موافق على هذا لكن الاشكال انه اسمه ما فماش ومش حاضر كي يخرج في التلفزه ما تراه اما الناس في المسرح يراو راو خاطر فما ليه ما كانش في المسرح راهم شويه بارابول الناس وماهوش ومش فقط كان الدنيا مش فقط أن يتعدى خطا مكتوب مفروض أسبيكاب على مقدم الحفل ولا. يقول كذا وإحنا ما عندناش لا سمعني هذي. فما حاجة أخرى أهم من هذه بالكل وكان جات في مصر يتقدم الملحن ويدخل هو يدخل هو للسيرسان والناس تصفق عليه على اللوفر اللي عامله ومن بعد يبداو يخدموا ويعطيوه آلة يقعد معاهم هو بها ولا أي حاجة يشاركوه بها وعليش مش سمحني مع احترامي الأصوات اللي أديت يعني باهية وتأدي ولكن الأصوات الحقيقية مثلا لوتسي بوشنيق كان حاضر في الحفلة ذي وفما غنية من ليا ليا مكفاية تاع المسلسل ذيك كان ممكن يأديها هو يعني ساديوغ اون مينوت غنيه نتاع صيد الريم لا نحاول ربيع زموري كل محليها نتاع صيد الريم اي خسار فما برشا فما كورال ولاد صغار زاد غنيه ومحليهم معنا سيتي الموزيكا نتاع جميل افتح يا سمسم تابعين دره تحيه لدره تحيه تابعين سيدي سامي وسامي زوجها خذ لك سيدي سامي مش انا واحد اخر الحقيقي خذ لك موزيكا جينيريك هذول توا مهمه قد الاخراج وقد الموسيقى التصويرية كلها معناها بما فيها اللي مغسول في وسط العمل بيته شوف أي عمل يتسمعه بالقداء ينجح وإسرتوك يبدأ عمل ينجم يقعد في الذاكرة لحنت المسلسل ولا فيلم جامي تجربة باهية سناني خلينا نقول لك هي تجربة باهية وأما أنا حسب اعتقادي كلها علاقات مخرج صاحب الكذا وهذيك هي ديما تقعد في سيرك الضيق الا غالب معناها ما ينفتحوش خاطر لي تيتر توا اللي قاعدين يتعملوا نتاع مسلسلات العرب كلهم فيهم غنية راهو والغنية تهز المسلسل وتهز كل غازي شيء. انا نقول لك اسمع غنية المسلسل هذا نتاع نيلي كريم اداء انغام اسمع الغنية اسمع أغنية جينيريك مسلسل ليالي الحلمية ذي مسلسل مصري قديم حاجة روعة طبعا لا ذاك تفتلك بداية يعني حاجة من روعة أما مشوري قديش الامباكت انت على الموسيقى التصويرية ولا موسيقى المسلسل اللي درجة أن اللحن انت على الجينيريك انت أمي تراكي اللي أغنية أم كلثوم الناس من برشا ناس وجيل أنا كبرت عرفت أتفع ماشي في بالهم أغنية انت على المسلسل معناها شكرا بعد شوية الميتيو وقبل الأذان صلاة العصر حسب توقيت المحلي المدينة تونس وضواحيها الأخبار ما تبعدوش خاطر باش نرجعوا لكم احنا في ساعتنا الثانية توا وقت صلاة العصر في مدينة تونس